نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله هو دائما في اطار تحضيرات شهر رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم بصحه وسلامه وباش ما تمنيتوا، وفي اطار الاسبوع الخاص بالمعسلات غادي نشارك معكم محبوبه الجماهير الحلوه الهماويه ديال الخوا ديال النهار الكبير الحاضره بقوه في المائده الرمضانيه المغربيه من ألد الحلويات المعسله والمعلكه اللي تقدروا تزينوا بها الطبله ديال رمضان ديالكم، حلوة فاسية مكناسية الأصول اللي هي الفيلالية. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله فيديو مميز، غادي نشارك معكم فيه الوصفة التقليدية الأصيلة ديال الفيلالية. غادي ندير معكم فلاش باك بالخصوص الجيل الذهبي ديال السبعينات والثمانينات، غادي نديرو انصومبل فلاش باك باش نرجع بكم لايام الطفوله، ايام الفيلاليه ديال جداتنا اللي كانوا كيتقنوها وكيحطوا الفيلاليه كما ينبغي بدون اضافات اللي هي دخيله على الوصفه ومع المكونات الاساسيه والاصليه اللي خصهم يكونوا فيها. للاسف مواقع التواصل الاجتماعي عامره بالوصفات ديال الفيلاليه، ولكن قليل الناس اللي كيميتريزيها مليح وقليل الناس اللي كيعطي الوصفه الاصليه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الطريقه التقليديه ديال زمان في تحضير الفيلاليه بشكل تقليدي اللي كيخليها كتجي معلكه بنينه. واهم حاجه في الفيلاليه غادي نشوف معكم طريقه باش ما تجيكمش الفيلاليه مدمه بزاف ودغيا كتقهم وكتكون مزيته. كما كتشوفوا في لا فيديو كتجي ناشفه من الليدام معلكه كتدوب في الفم، تاكلوا فيها قد ما بغيتوا ما كتحسوش بها كتقل عليكم. ابقوا معي حتى الاخير ان شاء الله باش تشوفوا انصوم المكونات وطريقه تحضير ديال الفيلاليه. اول حاجه غادي نبدا بها في الفيلاليه هي تريد ديال الفيلاليه اللي غادي نحتاج ليه. عندي هنا جوج زلايف كبار ديال دقيق الفورس الخاص بالحلويات من نوع ممتاز. انا هنا عبرت دقيق بهذه الزلافه هذه كبيره، من عبرت جوج زلايف من هذا القياس هذا في الميزان عندي عطاوني تقريبا 650 غرام ديال دقيق بالنسبه للناس اللي بغاو الوصفه بالغرام. جوج زلايف كبار ديال الدقيق غادي نزيد عليهم. عندي هنا بيضه كامله، غادي نزيد شويه ديال الملحه، غادي نزيد اربع معالق ديال الخميره ديال الحلوه، اربع معالق ديال القهوه صغيره ماشي المعلقه العاديه، وغادي نزيد نص معلقه صغيره ديال القهوه ديال النافع البستاني مطحون ومغربل. اللي ما عندوش النافع البستاني يدير النافع البلدي، انا كنخدم وكنفضل النافع البستاني حيت الريحه ديالو مجهده بالمقارنه مع النافع البلدي. النافع البلدي كيكون المذاق ديالو زوين ولكن الريحه ديالو ما كتكونش بحال هذا البستاني. وغادي نجمع هاد الخليط هذا بمزهر. عندي في هاد الزلافه نيت باش عبرت الدقيق عندي كميه ديال المزهر اللي سبق ليا ودرته في الميكرون، دفيته شويه غير دفيته باش نجمع هاد العجينه. العجينه كاملها كتجمع بمزهر، ماشي الماء وماشي شويه ديال المزهر والماء باقي، ما كلها كتعجن بمزهر. غادي ندير شويه ديال المزهر على هاد البيض باش يتطلق، حيت البيض كيكون ستيكي شويه كيكون كيتلصق، غير طلقوا البيض بشويه ديال المزهر هكذا حتى كينسجم. وكتبداو وانتم كتزيدوا مزهر وانتم كتجمعوا في العجينه. الكميه ديال المزهر على حسب الدقيق باش انتم خدامين واش كيشرب واش ما كيشربش.
انا غادي نستمر هكذا حتى تجمع ديال العجينه. الا خصني مازال غادي نزيد عاود من القرعه ندفيه في الميكرووند ونكمل الخدمه. العجينه من بعد ما تجمعات كتجي هكذا، كتجي خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون تاني جاريه بزاف مطلوقه بزاف، كتكون مطلوقه القياس اولا خفيفه القياس اللي نتوما كتحكموا فيها هكذا وكتبداو كدلكوا فيها. انا غادي نعطيها الدليك، غادي ندلكها تقريبا من 4 حتى 5 ديال الدقائق. العجينه من بعد ما دلكتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كتبقاو كدلكوا في العجينه حتى كتوليو كتسمعوا فيها كطرطق بحال المسكه، كتهبطوا بيديكم هكذا نتوما كدلكوا كتحسوا بالعجينه كطرطق بحال المسكه، هذا دليل على انها دخل ليها الهواء وتهوات مليح وتدكات. غادي ناخذ هذه العجينه غادي نلويها في المانيمون تاعها ونخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه ونعاود نرجع باش نكمل الخدمه ديالها. الوقت اللي غادي نخلي فيه العجينه كترتاح غادي ندوز باش نصوب اللوز. عندي هنايا تقريبا 400 غرام ديال اللوز. بالنسبه للفلاليه ضروري ومؤكد تخدموا باللوز البلدي من الاحسن حيت هو اللي كيجي معها وكيعطيها مذاق زوين. خديت هاد 400 غرام ديال اللوز فسختو نشفتو شويه بزيف اولا سربي تنقيه وغادي نديرو في كميه ديال الزيت تكون بارده. غادي نرد هاد اللوز في الزيت على عافيه متوسطه ونبقى كنحمر فيه، ما تزقاوش من التحراك كي تكونوا كتحمروا اللوز باش ما كيجيش مكوي شي محمر وشي مكويش وباقي خضر، دائما كتبقاو نتوما كتحمروا في اللوز وانتوما كتحركوا باش كيجي اللون ديالو موحد. ملي كيتحمر اللوز وكياخذ لون مذهب كتحيدوه من فوق العافيه، ما تدوزوش تحمر بزاف اللوز وتحمروه بزاف حيت واخا كتحيدوه من الزيت وكتحطوه على جنب راه اللوز كيبقى مستمر الطياب ديالو كيبدا كيتغير اللون ديالو. فباش تفادوا المذاق ديال الحرق ولا ديال المروره ديال اللوز ما تدوزوش ليه التحمار بزاف. ملي تحمر اللوز وتحطوه على جنب احتفظوا على ديك الزيت اللي تحمر فيها اللوز حيت هي ان شاء الله فاش غادي طيبوا التريد ديال الفلاليه. التريد الفلاليه ملي كطيبوه في الزيت اللي حمرتو فيها اللوز كيجي منسم وكيجي بنين، اللوز كيطلق البنه ديالو في هاد الزيت اللي تحمر فيها. العجينه من بعد ما ارتاحت غادي ندوز باش نخدمها. انا هنا الزيت فاش قليت اللوز خليته برد وصفيتو من هذوك الشوائب دوك الطريفات اللي كيكونوا مهرسين ديال اللوز، صفيتو باش ملي نكون كنطيب في هذه التريد ديال الفلاليه ما يتحرقوش هذوك الطريفات ويخسروا لي العجينه. غادي نبدا كنكور في هذه العجينه على شكل كويرات صغار اللي من بعد غادي نطلقهم. كتشوفوا العجينه ملي كترتاح كتولي رطبه بزاف، كيسهل عليكم انكم تعاملوا معاه وحتى في الطقراس اولا الطراق كتجي سهله. غادي نبدا نقطع هذه العجينه على شكل مسمنات صغار. من بعد ما كملت الشكل ديال المسمنات رديت الزيت كتسخن، الزيت كتخليوها كتسخن على عافيه تكون شويه متوسطه. غادي ندوز نبدا باول حبه شكلت على شكل مسمنه نورقها باش ندوز نطيبها. دائما كتعاونوا بالزيت وكتورقوا هاد المسمنات هادو، خاص يبان لكم لو بلان دو طراوي علاش نتوما راكم تخدموا اولا الطبله اللي كتورقوا عليها. من بعد ما سرحت المسمنه مليح كتشوفوا دغيا كتسرح ما كتعذبكمش الا تدلكات العجينه مليح وارتحت مليح ما كتعذبش في الخدمه. غادي ناخذ هذه المسمنه وغادي نديرها في هذه المقله الزيت اللي سخنات. كتبقاو كطيبوا في المسمنات بهذا الشكل هذا حتى كيتحمروا وكيتقرمشوا كتحسوا بهم دخلهم الطياب. ردوا البال ما تحرقوهمش حيت كيكونوا رقاق ودائما الطياب كيكون على عافيه متوسطه. من بعد ما طابت المسمنه كتحمر بهذا الشكل كتشوفوها كتذهب وكتجي مقرمشه بهذاك البيض والخميره ديال الحلوه. هذا القياس هذا بركه عليها، ما تحاولوش انكم تزيدوا طيبوها اكثر من هكذا باش ما تحرقش. غادي نحيدها من الزيت ونحطها في اناء اللي كنكون مفرشه فيه بابي ابسوربون بهذا الشكل هذا. خديت الطبسيل ودرت فوق منه بابي ابسوربون ودرت فوق منه هذه المسمنه باش الا كاين شي زوائد ديال اللي دام يهبطوا.
وغادي نعاود نزيد المسمنه الثانيه من بعد ما ورقتها. وكتستمروا بهذه الطريقه حتى كتساليوا الكميه ديال التريد اللي عندكم. التريد ديال الفيله اللي من بعد ما ساليته في الطياب كيجي هكذا. كيجي مقرمش مقرمل وخفيف. هذا الشيء السر ديالو كيرجع للبيض والخميره. غادي ناخذ هذا التريد هذا وغادي نبدا. كتشوفوا الورقه كي كتجي، ما كتجي لا مدقسه لا غليظه لا حتى شي حاجه، كتجي هي هذيك. غادي نستمر نفرتت هذا التريد هذا. انا شخصيا كيعجبني نخدم الفيلاليه بيديه هكذا باش كيتصاوب وكتكونوا كتاكلوا فيها كتحسوا بداك الطريفات ديال هذا التريد من بعد ما كتوجد، كتحسوا بالطريفات ديال التريد كتكونوا كتاكلوها. الناس اللي اللي بغاو يعكزوا على هذه العمليه هذه ما فيهمش ما يخدموا بيديهم، يقدروا يديروا روبو، خذوا الروبو وديروا فيه هاد التريد هذاك، هرسوه وديروه في الروبو ودوروه ردوا البال ما تردوه شي دقيق كاع، ما تطحنوش هاد التريد هذا حتى يولي كيدقيق، غير هرمشوه بشكل متوسط وحبسوا او لا دقوه في المهراز. ناس زمان كانوا يا اما كيديروا هاد الطريقه هذه ديال القصعه وكيفرتوه في القصعه بيديهم وكيوركو عليه، يا اما في المهراز ديال العود ولا ديال الحجر. المهم نتوما كتخدموا بالطريقه اللي نتوما غادي ترتاحوا فيها. طلعن به هذا القياس مليح الفيلاليه، غادي نوريكم كي كتولي كتجي بحال فويتين. انا هنا خديت قصريه اخرى فرشتها كاملها بالبابي ابسوربون. عندكم بابي ابسوربون خدموا به، ما عندكمش خدموا بزيف حياتي. هاد العمليه كديروها باش في حاله بطبيعه الحال فاش كنتو كتقليو هذاك التريد كنتو اللي قليتوها كتحطوها على الورق النشاف، في حاله بقات شي حاجه ديال ليدام او الزيت ديال القلي هاد المرحله هادي كتحيد لكم كاع داك الزيت اللي كيبقى في التريد وكينشف وكيهبط هذاك ليدام وكتحتفظوا غير بالتريد هكذاك ناشف. غادي ناخذ هاد التريد هذا وغادي نديرو في هاد القصريه. من بعد ما سرحت التريد غادي نخليه يتسقطر من ساعتين حتى لثلاثة ديال السوايع ضروري الله يعطيكم الستر. هاد العملية ديروها الفيلالية الا بغيتو تجيكم فيلالية بنينة على حقها وطريقها، ما تكونش مدمة بزاف، ما تغلغلش عليكم كي تكونوا كتاكلوها وتقهمكم دغيا. من بعد ما خليت التريد ديال الفيلاليه كيتسقطر من الفائض ديال الزيت اللي فيه تقريبا واحد ثلاثة ديال السوايع، غادي ندوز دابا باش نوجد تعليكه ديال الفيلاليه. اللي غادي نحتاج ليها نص كيلو ديال العسل الحر. انا هنا غادي نخدم بالعسل الحر ديال الزعتر. الفيلاليه من الاحسن تخدموها بالعسل الحر، كيجي المذاق ديالها رائع. الا توفرتوا على العسل الحر اي نوع من انواع العسل الحر خدموا به، غير ما يكونش حار او لا مار او لا مجهد من شي عشبه اللي كتكون مره. تقدروا تخدموا بالعسل الحر ديال الزعتر، تقدروا تخدموا بالعسل الحر ديال الليمون. العسل ديال الليمون اللي كيكون اللون ديالو مفتوح حتى هو كيجي العسل ديال الليمون زوين مع الفيلاليه حيت كيكون فيها الزهر. الا ما توفرتوش على عسل حر تقدروا تشريو عسل يكون من نوع ممتاز. العسل اللي كيتباع في قراعي ديال الزاج او في الحكاك ديال كيكوز ديال القصدير كيتباع في المحلات التجاريه.
الا ما توفرتوش لا العسل الحر او لا ما استطعتوش وما قدرتوش تشريو هذاك العسل اللي كيتباع كما قلت لكم في قرعات في المحلات التجاريه، تقدروا تعوضوه بعسل ديال الدار، يكون عسل مصوبينه في الدار مقوم فيه كاع المنكهات. انا سبق لي وشاركت معكم في القناه طريقه تحضير عسل في الدار اللي كيكون مقوم وبالنكهه والمذاق ديال العسل الحر. غادي نخلي لكم رابط الوصف صندوق الوصف الناس اللي بغا يشوفوا طريقه تحضير هذا العسل. غادي ندير هنايا هذا نص كيلو ديال العسل في كوكوت. الاناء فاش غادي تعسلوا الفيل ليا من الاحسن يكون ثقيل، القاع ديالو ثقيل باش ما يتحرقش لكم الخليط حيت فيه كميه كبيره ديال العسل. غادي نزيد على هذا نص كيلو ديال العسل جوج معالق كبار ديال القرفه البلديه مطحونه ومغربله، جوج معالق كبار يكونوا عامرين وافيين. غادي نزيد نص معلقه صغيره ديال المسكه الحره، ما تكونش عامره بزاف، ما تكتروش المسكه. عندي هنا نص كاس وافي ديال مزهر من نوع ممتاز، خديته دفيته شويه في الميكرووند وزدت عليه كميه من الزعفران شعره وخليته حتى كيطلق وكيبرد وكيولي بهذا الشكل هذا. غادي نزيد الزعفران شعره ومزهر، وغادي نزيد على هذا الخليط 120 غرام ديال الزبده البلديه. حاجه مهمه بغيت نشير ليها في هذه المرحله هذه، الناس اللي بغاو يصوبوا هذه الفيله ليا ويحتفظوا بها مده طويله، خذوا الزبده البلديه ذوبوها في كاسرونه وخذوا غير داك ليدام ديالها وخليوا الحليب. الحليب الا درتوه في الفيله ليا واحتفظتوا بها مده طويله كتغمال. بالنسبه للناس بحالي اللي ما غاديش يحتفظوا بها طويله، تبارك الله اخوتي ما غاديش يطلع عليها الصباح هذه الفيله ليا، فما غاديش نحتاج انني ندير هذه العمليه ديال نعزل الحليب ونحيدو ونخدم غير بليدام، غادي نخدم بالزبده البلديه نيشان. الفيله ليا كتخدم بالزبده البلديه، لا توفرتوا على الزبده البلديه كان احسن، كتعطي مذاق رائع مع العسل الحر. الا ما توفرتوش على الزبده البلديه تقدروا تعوضوها بزبده بشرط انها تكون من اصل حيواني، ما تخدموش بالمارغرين. غادي نزيد هاد 120 غرام الزبده، وغادي نزيد الراس ديال المعلقه ديال القرنفل مطحون ومغربل، راس ديال المعلقه ما تكثروش الله يعطيكم الستر. غادي ناخذ هذا الخليط غادي نديرو على عافيه متوسطه ونخليه حتى كيذوب العسل وينسجم مع الزبده ومع دوك المكونات والمنكهات كاملهم. غادي ندوز نحيد شوفوا الزيت اللي خرج، هاد القطعه ديال بابي ابسوربون راه مدوبله على جوج وعامره بالزيت، كاع داك الزيت اللي كيكون بقى في هذاك التريد كيخرج كيبان لكم هنا هذا يدام ضروري هاد المرحله الله يعطيكم الستر باش الفيله ليا كتجي على حقها وطريقه ما كتجيش مزيته وكتقهم. هنا من بعد ما داب الخليط كامل ونسجموا المكونات مع بعضياتهم على عافيه متوسطه، غادي نبدا نزيد في هذا التريد ديال الفيله ليا. غادي نوريكم القوام ديالو كي كيكون، وغادي نبدا كنحرك في هذا الخليط ونعسل في الفيله ليا. الا حسيتو بهذيك الكميه ديال نص كيلو ديال العسل مع دوك السوائل ما قداتكمش كتزيدوا شويه ديال العسل. انا هنا حركت وديت الفيله ليا وجبتها، ومني شفتها شربات عاود زدت تقريبا واحد كاس العنبه ديال العسل وبقيت كنحرك تقريبا دابا شي 10 دقائق وانا كنعسل فيها، وما كتزقاوش من التحرك الله يعطيكم الستر حيت بمجرد ما تغفلوا عليها العسل غادي يتحرق وغادي تضرب لكم كلشي بالزيب. من بعد تقريبا 4 ساعه وانا كنعسل فيها غادي نطفي العافيه، كتشوفوا كي كتجي معلكه ومعسله وفي نفس الوقت ناشفه ما فيهاش هذاك اللدام اللي كيبقى هكذاك كيخسر الفيله ليا.
غادي نغطي هاد الفيلاليه بسربيته، ما تغطيوش الاناء اللي كتعسلوا فيه الفيلاليه بالغطاء ديالو، حيت غادي تعرق وغادي يرجع عليها داك العرق على شكل ما وغادي تفسد. كتغطيو هاد الفيلاليه بسربيته وكتخليوها ليله كامله باش هذاك التريد كيشرب وكيمتص كاع دوك السوائل. حنا درنا العمليه اللي درنا دابا هي التعسال، فغادي تخليوها ليله كامله باش الا كاين شي سوائل كيتشربهم هذاك التريد، وكتوقف الفيلاليه لغد ليه ان شاء الله. ملي تجيو تقلبوها ديك الساعه هاد الليله اللي خليتوها ارتاحت غادي تعطيكم النتيجه واش الفيلاليه ديالكم خاصها باقي عاود كميه اخرى ديال العسل او لا بركه. شخصيا ملي كنخدم الفيلاليه بهذه الطريقه هذه لغد ليه كنلقاها شربات، هذا دليل على انها نشفات من الزيت وعاود شربات السوائل. كنزيدها كميه اخرى ديال العسل، غادي نغطيها حتى لغد ان شاء الله نرجع الفيلالي. من بعد ما دوزت ليله كامله باش كتشرب كتشوفوا انها شربات هذاك العسل والزبده ومزهر اللي درنا لها البارح. غادي ناخذها، انا درتها هنايا في هذه القصريه وغادي نحاول نحلها، ودرت كميه ديال العسل في واحد الكاسرونه وخليته كيسخن. البارح درت فيها نص كيلو ديال العسل وزدتها كاس ديال العنبه. اليوم عاود غادي نسخن العسل ونزيدو، سخنت واحد نص كيلو وغادي نبدا. ملي يسخن نبدا كنزيد فيه شويه بشويه وانا كنعرك فيها. الا هو قدني تبارك، الا عاودت شربات غادي نعاود نسخن كميه اخرى ديال العسل. الكميه ديال العسل بالنسبه للفيلاليه ما محدداش على حساب واش شربات ولا ما شرباتش، نتوما كتبقاو تزيدوا في العسل على حساب القدره ديال 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 الامتصاص ديال هذه الفيلاليه. من بعد ما سخن العسل زدت عليه شويه ديال الروح ديال الزهر، تقريبا من 3 حتى ل 4 نقطات ديال الروح ديال الزهر باش كتجي المذاق ديال الزهر فيها باين. غادي نخوي هذا العسل شويه بشويه، نتوما كتخويو غادي نخوي هذه الكميه حيت سخون شويه. غادي نخدم بالمغرفه ونبدا نخلط، بيد ما يبرد عاد ندير يديا ونبدا كندلك في هذه الفيلاليه وكنعرك فيها حتى كتنسجم الفيلاليه. من بعد ما بقيت كندلك فيها وما بين كل دلكه ودلكه كنزيد كميه ديال العسل سخون، كتشوفوا كيجي الشكل ديالها هكذا. ما الكسريه ما فيهاش ليدام، ايديا ما فيهمش ليدام، كاين غير العسل. كيبان لكم القطعه او الكره ديال الفيلاليه فيها غير العسل معلكه ومعسله، ما كتقطرش بليدام، كتجي ناشفه. شخصيا هذه الكميه خدات ليا بالضبط كيلو وربع ديال العسل. هنا عندي كاس ديال العنبه عامر مقبب ديال الججلان، خديتو غسلتو حمرتو في مقله وهرمشتو، حمروه مليح ماشي تحرقوه، حمروه غير مليح وهرمشوه. وغادي نزيد عليه الكميه ديال اللوز اللي سبق ليا وقليتو من بعد ما نشفو وتسخطر مليح من هذاك الزيت، حتى هو هرمشتو غليظ. غادي نخدم هذا اللوز هو والزلجلان مع الفيلاليه وغادي ندلكهم مع بعضياتهم تقريبا من 2 حتى 3 ديال الدقائق حتى كينسجموا المكونات كاملهم مع بعضياتهم. كنأكد وكنعاود على انه الفيلاليه خصها تدلك مليح، دلكوها بحال اللي كتدلكوا العجينه ديال الشباكيه قبل ما تزيدوا هاد اللوز والجلجلان. من بعد ما كملت الدليك ديال الفيلاليه كيجي الشكل ديالها هكذا، كتجي معلكه ومعسله. الشكل النهائي ديال الفيلاليه من بعد ما كتوجد كتسربها مع الزبده البلديه كيف ما جرت العاده والتقاليد المغربيه لتقديم هذا النوع من الحلويات، كتجي رائعه. طبق او حلوه ديال المناسبات ديال النهار الكبير، شي حاجه ديال النخوه، متاكده انها غادي تعجبكم. جربوا هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم وردوا عليا الخبر في التعاليق، رغم انني متاكده غادي ترحموا لي الوالدين على هذه الوصفه وغادي تعجبكم بزاف. كتجي معسله ومعلكه واهم حاجه كتجي بنينه بزاف، هذيك لا كومبينيزون ما بين المكونات والمنكهات واللوز والجلجلان كيعطيو واحد النتيجه اللي غزاله لهاد الفيلاليه. جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق كي جاكم المذاق ديالها.
ما كتجيش مدمة، ما كتجيش فيها الزيت، تقدروا تاكلوا اي كميه بغيتوا من هذه الفلاليه، ما كدير لكم والو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ونتمنى انني نكون رضيت طلبات مجموعه من سيدات طلبوا مني الوصفه الاصليه والتقليديه ديال الفلاليه كيف ما كانوا جدودنا كيصوبوها. نتمنى الفيديو يعجبكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال الفلاليه الفاسيه المكناسيه، ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه، مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا في القناه، الف شكر والف تقدير، الكلام الطيب الحلو فحالكم اللي كتخليوا ليا في التعاليق ديالكم. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع وصفه جديده من المعسلات المغربيه الاصيله. على بروشين، تشاو.